قال: باب ما يقوله ويفعله من يأكل ولا يشبع. قال: عن وحشي بن حرب رضي الله عنه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، إنا نأكل ولا نشبع. قال: فلعلكم تفترقون. قالوا: نعم. قال: فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه، رواه أبو داود. من أسباب بركة الطعام التسمية في أوله، وأيضا من أسباب بركة الطعام أنك تجتمع عليه. فالاجتماع على الطعام والتسمية في أوله من أسباب البركة، والتفرق وعدم التسمية سبب لنزع البركة. وكلما كثرت الأيادي على الطعام ازداد بركة. ولذلك على المسلم أن يحرص على الاجتماع على الطعام، وإن كان التفرق جائز، لأن الله سبحانه وتعالى أتأكل أشتاتا، قال سبحانه وتعالى: فلا جناح عليكم أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. أشتات يعني متفرقين، فدل على الجواز. لكن الأفضل والأكمل وسبب حصول البركة ونزولها في الطعام أن نأكل مجتمعين على مائدة واحدة ولو كثر العدد، إلا أن يضيق المكان ويضيق المجال، فإننا ننتقل من يعني من سفرة إلى سفرة. ولكن الأصل إذا جمعتنا سفرة فلنجتمع عليها، هذا هو الأصل، وهذا هو من أسباب البركة. فهنا في هذا الحديث ذكر سببين من أسباب البركة: الاجتماع والتسمية. ثم الثالث سنذكره في هذا الحديث ونختم به، قال: باب الأمر بالأكل من جانب القصعة والنهي عن أكل من الأكل من وسطها. وهذا هو السبب الثالث من أسباب البركة، أنك لا تأكل من منتصف الطعام، وإنما تأكل من النواحي والجوانب، لأن البركة تنزل في وسط الطعام. فلا يأكل المرء من وسط الطعام حتى ولو كان وحده، لأن البركة تكون في وسط الطعام، وإنما يأكل من الحواف والجوانب. قال صلى الله عليه وسلم، قال المصنف رحمه الله: وفي قوله صلى الله عليه وسلم: وكل مما يليك متفق عليه، كما سبق ومر علينا الكلام في هذا الحديث. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البركة تنزل وسط الطعام، فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه، رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وهذا من أسباب البركة، أنك تأكل من الحواف ولا تأكل من المنتصف، إلا أن يكون الطعام متنوعا، كأن يكون هذا الطعام رز وفي وسطه مثلا لحم وفي وسطه دجاج، فهنا الطعام تغير، والطعام هذا يكون في وسط الطعام، ولا تستطيع أن تأكل من هذا الطعام حتى تأكل من الوسط، فهنا لا بأس به، لأن الطعام تنوع. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتتبع الدباء، يتتبع الدباء، والدباء هي القرع، يتتبعها في الصحبة صلوات ربي وسلامه عليه، وكان أنس بن مالك رضي الله عنه يتتبعها للنبي صلى الله عليه وسلم ويقدمها له صلى الله عليه وسلم. قال: وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم قصعة يقال لها الغراء، يحملها أربعة رجال. أن هذه القصعة كانت كبيرة، ومن يعني كبر هذه القصعة كان يرفعها أربعة رجال. قال: فلما أضحوا وسجدوا الضحى أتي بتلك القصعة. وهذا فيه مشروعية صلاة الضحى، أنهم أضحوا وسجدوا الضحى وأتي بتلك القصعة. وهذا نستفيد من فائدة أن الوجبة كانت عندهم بعد الضحى، كانت بعد الضحى ولم تكن بعد الظهر كما هو معتاد، وإن كان الأمر واسع، ولكن كان الأمر عندهم بعد الضحى. ولذلك قال في هذا الحديث: فلما أضحوا وسجدوا الضحى أتي بتلك القصعة، يعني وقد ثرد فيها، يعني وضع فيها الثريد، فالتفوا عليها، فلما كثروا جثى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عربي: ما هذه الجلسة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا من حواليها ودعوا ذروتها يبارك فيها، رواه أبو داود بإسناد جيد. والمراد في هذا الحديث لهذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلوا من حواليها ودعوا ذروتها يبارك فيها، فدل على أن الأكل من الجوانب والحواف من أسباب البركة، وأن الأكل من منتصفه سبب لنزع البركة. ومسألة الجلوس على الطعام وكيفيته سنتكلم عنها بإذن الله عز وجل في المجلس القادم.
مع الباب الذي بعده، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.